متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي، لازلنا في الدوار ديال ثورات بجامعة قلاز، الأزهار ديال المساكن ديال الناس العافية، مش علاش فقط في الغابة ولكن جات للمساكن والمنازل ديال الناس. السي مصطفى أحد المتضررين يحكي المعاناة ديالو مع الحريق ومع الأضرار اللي لحقات بالمنزل ديالو. السي مصطفى مرحبا بك. الله يرحم والديك. السي مصطفى كيبقيتي مع هذا المصاب الجلال اللي صابكم هنا في ثورات؟ هو الحالة راه باينة، الحالة حالة مأساوية. كنا أصلا عودنا باش نطفيو باش نطفيو صداق هاد كيسبينا، هجمت علينا هي، أنا هربنا طلعنا سيبناها في الديور، وبقاو شي واحد الدري ولد عمي، واحد توفى، واحد بقى راه في الخاطر، راه فاس، وواحد الدري خو دري ديالي أنا تحرق، او كان معاها مخرج الصحة، هو كيجري شوية عليه مخرج الصحة، طلعنا للدار سيبنا العافية في الدار، صافي هربنا اولادنا، خرجنا هربنا ولادنا التيسع. نعم. هربنا ولادنا، مشاتنا المشية، مشاتنا أضرار، شنو الأضرار اللي مشات لك؟ مشى لك أشجار ديال الزيتون؟ مشى لنا أشجار الزيتون، مشى لنا البيت ديال التبان، ومشينا هذا البيت هذا كنديروا فيه عاش، اللوازم اللي ما كانت حتى شي كنديروها تما. نعم، تحرق كلشي مشى. كلشي مشى. نعم نعم هذيك مشى. هذاك اللي راه البيت هذاك ديال التسمين راه تما، البيت عامر ديال التسمين راه مشى لي. صافي الزيتون مشى لك خرو؟ مشى لي الزيتون، مشى خرو، مشى الزيتون، الزيتون الزرع مشى، كلشي مشى. تبن؟ التسمين راه مشيت تما، مشيت نشوف البيت ديال التسمين، البيت التسمين كامل راه كامل راه كامل مشى، الفلاحه ديال العام كامله مشات. نعم، ومشى لك توفى لك ولد عمك مسكين. توفى ولد عمي، واحد راه بالخطر. بارك في راسك اخويا، الله يعدم اجر وكل تضامن معكم. متابعينا ومشاهدينا الاوفياء، هاد الساكنه ديال الدوار كتستنجد بالمسؤولين وبالمحسنين. ممكن تقول الرقم ديال الهاتف ديالك؟ 06 12 93 21 48. 48 هذا هو الرقم ديال الهاتف ديال السي مصطفى، احد المتضررين من هذه الحرائق ديال ثورات بجامعة قلاز اقليم تاونات. نتمنى لان الرسالة ديالو توصل للمسؤولين والمحسنين. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.